بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلاب قسم الأحياء جامعة الملك خالد، تحية طيبة. وبعد النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الزراعة المائية أو الأكواكلتشر. الأكواكلتشر أو الاستزراع المائي، طبعا احنا عارفين أجريكلتشر اللي هو الزراعة الأرضية المحاصيل المعروفة اللي بتزرع في الأرض، لكن إنك تزرع المية بمحصول يبقى أكيد أسماك ولذلك أو غيرها. طبعا فالاستزراع المائي يسموه إيه؟ يقصد به تربية أنواع معينة من الأحياء المائية، أسماك، قشريات زي الروبيان مثلا، محاريات، الطحالب البحرية وغيرها، أي حاجة تعيش في المية وتقدر إنك تتحكم فيها تحت ظروف محكمة من إعاشة وتغذية ونمو وتفريخ وحصاد وجودة مياه وظروف بيئية ملائمة تحت سيطرة الإنسان. أي حاجة تقدر تسيطر عليها، أي ظروف، في سبيل طبعا إثراء ويبقى ليك مردود جيد من هذه الزراعات المائية. بدأ تعريف الزراعات المائية أو الاستزراع المائي. المزارع السمكية طبعا ده المثال الكبير اللي بنتكلم عليه في فيش كلشر. لما تيجي تعرفها تقول ايه يقصد بها؟ تربية الاسماك طبعا بانواعها المختلفة، طبعا تحت سواء كانت بقى اسماك المياه المالحة او المياه الايه العذبة، والتي تستخدم كغذاء للانسان برضو تحت ظروف محكمة من درجات الحرارة والضوء والغذاء وتحت سيطرة الايه الانسان، وفي مساحات ايه معينة سواء كانت احواض تربية او اقفاص او ارض غير صالحة للزراعة الأرضية. دي نقطة مهمة، إن أنا ممكن أستغل أرض غير صالحة وأعملها مزرعة سمكية وأستغلها فترة من عدد من السنين، في الفترة السنوات دي أحولها تبقى أرض صالحة للزراعة وأبدأ أزرعها بالمحاصيل الأرضية. الزراعة المائية والمزارع المختلفة في الفيش كلشر تتراوح ما بين إيه 10 متر مربع إلى 100 فدان، مساحات كبيرة جدا، في ساعة عمقها من 0.5 متر إلى 1.5 متر. ده يعني الصفات العامة للمزرعة السمكية، من 10 متر لمية فدان كبيرة جدا وعمقها من 0.5 لـ1.5 متر. بها نظام مائي طبعا لدخول الماء وخروج الماء. استخدام الماء أهو زي ده كده، استغل المياه الموجودة كده وأبدأ أعمل إيه أقفاص بالشكل ده وابدا استغلها واتحكم في الظروف فيها واغذيها، وتبدا المكان موجود وانا بس استغلها ان انا اديها الماده الغذائيه. او تربه غير صالحه للزراعه، او تربه غير صالحه للزراعه، انا كل اللي انا هعمل فيها ان انا هعمل امداد للمزرعه بالزريعه والمخصبات واديها ايه الغذاء. يبقى انا اديها الفراي اللي قلنا عليها الزريعه قبل كده، واديها المواد المخصبه بحيث ان التربه لو انت بتستخدم تربة غير صالحة، واحط للنباتات دي للزريعة دي الغذاء فتنمو، وبعد كده اطلعها من الايه الاقفاص الايه الخاصة او من الايه الاجزاء اللي انا استغليتها في الزراعة. اهمية المزارع السمكية ايه؟ طبعا تطوير الطعام لاستهلاك الجنس البشري، ان انا اوفر المادة الغذائية، زيادة الدخل وخفض معدل البطالة، إن أنا أفتح بيها سوق العمل لبعض الخريجين أو بعض اللي بيبحثوا عن وظائف، تربية أصناف نادرة، ممكن إن أنا أشوف صنف هينقرض ولا حاجة أبدأ، أو أصناف خاصة للزينة والتجميل، السيطرة على الأعشاب المائية لو أنا مثلا عايز أزرعها في مكان إنها تقدر إنها تبقى إيه تخلص لي من الأعشاب المائية اللي ممكن تقلل لك المية الموجودة فيها زي ورد النيل مثلا في النيل، الحشرات اللي المضرة للإنسان أو المحصول برضه تخلص منها، إزالة الأملاح من التربة واستصلاح التربة وخصبها. وفي ناس بتزرع مرة يبقى في مصلوح محصول أرضي ومرة محصول مائي، ففي مرة تزرع سمك ومرة تزرع محصول أرضي في سبيل وخطوة إن أنت تعمل استصلاح للأراضي. تحقيق مبدأ المقاومة البيولوجية طبعا زي ما احنا قلنا، نتخلص من
اليرقات اللي بتسبب أمراض، أو الأعشاب المائية الضارة. التحكم في نمو الأسماك وتكاثرها من حيث الكم والنوع. أنا عايز كمية من السمك، عايز نوع أنواع من أنواع الزراعة، فأنا أتحكم في الكم والنوع، ودي طبعا أهمية المزارع السمكية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.